انتوا شوفوا واحد الشيخ شلتوت، على فكره الشيخ شلتوت من مدرسه المعتدلين، المدرسه ايه بسموها التانيين المشددين بالمدرسه العقليه، قال لك هذه تحكم العقل في الدين، لا اخص عليها بدناش فيها. شلتوت كان منها، اللي منها محمد عبده ومنها الشيخ المدني ورشيد رضا وشلتوت والقرضاوي والغزالي وكل هذه الكوكبه المنيره من رجال الفكر الاسلامي الذين اعز الله بهم هذا الفكر. شلتوت كان كثير متسامح ومنفتح بشكل غير عادي الرجل، وهو اللي كان مع جماعه التقريب، هو كان يكتب مدونات ايش محاضر التقريب هذه مع الاخوان الشيعة الاثنا عشرية، واعترف بفقه واعترف بفقه ما فيش مشكله، وطبع حتى كتبهم في التفسير وفي الفقه، كتبها في الازهر وصارت تدرس في الازهر، وتعرف على فكر الاباضي، تعرف على فكر الزيدي، ما في هذه خلافات عائليه. شوف التعبير الجميل هذا، خلافات، هذه خلافات عائله واحده، احنا المسلمين عائله واحده، زيدي واباضي وامامي وسني كلها خلافات عائليه بين اولاد العم ان شاء الله، مش اكثر من هيك، مش اديان. انا كنت لك اديان، هذا دين اخر، هؤلاء ما لهمش، هذا متطرف فعلا، فكر متطرف هذا. فاللي بدي اقوله انه حتى ولكن ماكينه الاعلام تفهمون العكس. على فكره لما زرت لندن قبل يمكن شهر وكذا، لاحظت ظاهره غريبه، الاخ جاء وصل لي، الاخ هذا يعني ينتمي الى جماعه اسلاميه معتدله، حزب النهضه تاع الشيخ غنوشي، معتدله، وهذا من يومها لا تؤمن بالعنف، وبالعكس والشيخ غنوشي من زمان لما كنتوا تسالوه، طيب قالوا لو ايه لو دخل حزبان، حزب الاسلامي هذا وحزب ماركسي إلى الصناديق وبنزاهة وفازوا، قال ما في مشكلة، معناها أننا فشلنا في إيصال فكرتنا إيه كذا، وعلينا أن نبدأ من جديد، وأنا مع النتيجة، الشعب هيك بده، هو هيك، مش حاجة بحديد والنار قلهم لا بدي أحكمكم بالإسلام غصب عنكم، ما بدهمش، مش مقتنعين، أنت فاشل، أنت فشلت، وقاطعا ما دام فشلت حتى في مرحلة الدعوة ستفشل بالحري في مرحلة الدولة، ومش حتقدر تعمل أي حاجة، وبكرة برضو حتطلع وحتسبب المشاكل، لا اعترف وخليك متواضع واعترف كذا. نفس كلمة الغنوشي هذه قالها الدكتور القرضاوي، فهمي هو اللي قال، انا قلت معاه في جلسة الشخصية وكتبها في الديمقراطية والإسلام، فهمي دوي. فقال سألته قلت له يا مولانا فقيه كبير الشيخ القرضاوي الله يحفظه، سألته قلت له يا دكتور يعني لو حصل نفس المسألة وفاز ايه غير الإسلاميين، قال له معنى ذلك اننا ايه لم نستوفي ضرورات وواجبات مرحلة الدعوة، وعلينا أن نعود من جديد. نفس الفهم سبحان الله، نفس العقلية. أمس قلت لأحد الأخوة على فكرة، قلت أشوف ما تلاقيش مفكر إسلامي شيخ كبير عالم نشأ في الإسلام منذ نعومة أظفار، يعني له في العلم كم سنة مثلا 30-40 سنة، متطرف صعب جدا، نادر موجود بس نادر جدا. بس إيش بتلاقي شاب 30 سنة في الكاس وفقدت الأدب وعفى الله عما سلف، الإسلام يجب ما قبله، كويس يجب ما قبله، بس ما تخليش حالك بصراحة سنتين إمام الإسلام، الله يخليك، رحم الله امرأ على قدر نفسه، أنت لك 30 سنة في الكلام الفارغ صرت في سنتين إمام المسلمين، أنت يا رجل وبدك تفتينا وبدك تحرق وتكفرنا وتكفر غينا وتكفر قرضاوي وتكفر الألباني وتكفر ابن باز، ما مش ممكن الكلام هذا، إلزم حدك يا رجل سنتين، والله أنت ما النحو العرب ما أنت عارفه كمان، صح ولا لا؟ النحو ما أنت سألناك مسألة في النحو ما تعرف تعرف آية، اسكت احترم نفسك. فما تيجي تصير إمام، هذا الذي يأتي منه التطرف عاد أو سنتين في الإسلام، صح ولا لا؟ يأخذ لك إياها بحماس، وعمره 50 سنة مشكلة، على 80 إن شاء الله حينتهي الاعتدال، بكون إيه خربة عمورية، انحرقت عمورية. لذلك إحنا بصراحة، وعلى فكرة هذا الملحظ مش من عندي، اقرأوا كتاب فضل العلم، كتاب بيان فضل العلم إيه صور لابن عبد البر، يذكر جملة آثار عن الصحابة وخاصة عن عبد الله بن مسعود، جميلة جدا، فاهمين كيف هذا الناحية هم الاجتماعية الدور حتى إيه التاريخي الاجتماعي للثقافة والفكر. إيش بقول ابن مسعود؟ كان يقول أمة محمد صور لا تزال بخير ما أخذت العلم عن كبرائها، فإن أخذته إيه عن أحداث إيه الأسنان صور يعني بمعنى الكلام يعني هلكت. كانوا فاهمين العلم يؤخذ على الكبراء، مش الاعتبار السن في ذاته، لا الاعتبار العلم في ذاته، العلم بده مدة. الشافعي يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء واجتهاد وحرص وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. العلم ما بيجيش في يوم يومين، صح ولا لا؟ درس كتابين في الفقه صرت فقيه يا حبيبي، كتابين في الصرف، لا العلم بده سنوات، بده عقود، 20-30-40-50 سنة في العلم وللنهار، وتخرج للنهار، مش شهادة، حمل شهادة دكتوراه وماجستير، درست 5 سنين 6 سنين، لا ما ينفعنيش كلام هذا. علم علم، طالب علم حقيقي تقرأ للنهار، يذهب بصرك وقوتك ومنتك في طلب العلم. بعدين لما تيجي تتينت كذا حاخذ انا من ثقه، فعرف مع انسان عارف ما شاء الله، اللي بعرفه هو بيعرفه واللي بيعرفه انا بعرفه لسه، صح ولا لا؟ وقرا هذا وهذا 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 وقارن عني مش مخلي، بس مش انسان سبع 5 سنين 6 سنين 10 سنين وشهاده ولا حتى من غير شهاده وجاب بده يفرض نفسه على الناس، هذه مشكله. ولذلك الحمد لله الحمد لله زي ما قلت لك، يعني الامر لو ترك حتى للناس، الناس تعرف الى من تنحاز، وانه هذا الفقيه حقيقي بان يتبع، وانه لهجته حتى العلميه ونفسه العلمي مقنع، مضبوط ولا لا؟ والناس ما بتعرف الأدلة، الناس لا عندها أصول ولا عندها غير أصول، بس بسمعوا بحسوا إنه فعلا هذا الرجل أكثر إيش إقناعية، خطابه راكز في كلامه له معنى، تحسوا بحسوا هيك بالكومن سنس،
وهذاك ابو لحيه اللي بتنتفض هذا بده يضرب بوكسات في التلفزيون شفتوه قال يا رجل ولماذا تهز خبطتك؟ والله العظيم يهز خبطته في التلفزيون عيب عليكم يا شيخ. شو يخطر يا رجل؟ قال له اتركني انا اكمل حجه. يا رجل لا اضرب الشاشه احسن لك عاد. شو هذه يا اخي شلل كذا؟